بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بإذن الله في هذا الفيديو راح نشرح عن شابتر أو شابترز النيوتريشن في مادة أساسيات التمريض 2. في هذا السلايد بيحكينا عن learning outcomes، إحنا شو راح نتعلم بعد قراءة ودراسة هذا أو هدول الشابترز. في هذا السلايد بيشرح لي عن الانترودكشن للنيوتريشن. بيحكي لي ان النيوتريشن اللي هي التغذية عبارة عن مجموع كل التفاعلات بين الكائن الحي والغذاء اللي بيستهلكه وبياخده. النيوترانز اللي هي العناصر الغذائية، الغذائية هي مواد عضوية وغير عضوية موجودة في الأطعمة اللي احنا بناكلها اللازمة لعمل الجسم. واخر شيء النيوتريتيف فاليو اللي هي القيمة الغذائية، هي عبارة عن نيوترينت كونتنت تمام of specified amount of food، بحكي لي هي محتوى الغذاء لكمية محددة من الطعام. No one food provide all essential nutrients، بحكي لي لا يوجد طعام واحد يوفر جميع العناصر الغذائية الأساسية. وهنا بشرح لي عن الإيج إيش موجود فيها عناصر غذائية وأيونات ممكن نستفيدها وبروتينات لجسمنا. نيجي للجانب الفسيولوجي للتغذية، digestion تمام اللي هي عملية الهضم. عملية بتم من خلال تقسيم الأطعمة اللي انت أكلتها اللي هضمتها في الجهاز الهضمي لأجزاء أصغر عشان تمتصها وتبتلعها تمام. المنتجات النهائية لعملية الهضم راح تكون عندي اللي هي السكريات الأحادية السيمبل شوكرز تمام، والأحماض الأمينية والجليسرول والفاتي اسيد شينز فيتامينز مينرالز تمام اند ووتر. ابزوربشن اللي هي عمليه الامتصاص، هي العمليه اللي بتمر فيها منتجات الهضم النهائيه عبر الاغشيه اللي هي ابيثليال تمام، الابيثليال ممبر ميمبرينز ان سمول اند لارج انتنشن انتو بودي اول ليمف سيستمز اللي تمرق من خلال هاي الأغشية في الأمعاء الدقيقة والكبيرة للدم أو الجهاز النمفاوي. في عنا تمثيل أو عملية بتصير في جسمنا اللي هي الميتابوليزم بشكل اختصاري وموجز، هي عبارة مجموعة التفاعلات والعمليات الكيميائية اللي بتصير في كل من خلية من خلايا الأجسام اللي عندنا، مثل الجروث، في عنا generation of energy، elimination of waste، والاخير من هاي وظائف الجسم المتعلقة بتوزيع العناصر الغذائية في الدم بعد الهضم. الميتابوليزم بحكي لي all biochemical reactions within cells of body. التمثيل الغذائي الميتابوليزم عبارة عن كافة التفاعلات البيوكيميائية داخل خلايا الأجسام، تقسم لشغلتين الانابوليزم والكاتابوليزم. الانابوليزم هي عبارة عن بناء المواد الكيميائية تمام، الكيميائية الحيوية الأكثر تعقيدا عن طريق تركيب المواد. الكاتابوليزم عمليات الهدم وانهيار الكيميائيات الحيوية اللي أنا بنيتها، نحولها لمواد بسيطة و occur during physiological states of negative nitrogen balance. نيجي لعملية الإكسيرشن اللي هي الإفراز، بيحكي digestive and metabolic waste products are excreted through intestines, rectum, other accessory organs are kidneys, sweat glands, skin and lungs. بيحكي نخرج هاي الفضلات الهضمية والتمثيل الغذائي من خلال اللمعة و الريكتم تمام. وفي عندي أعضاء إخراج أخرى اللي هي الكلى والغدد الدرقية أو آسف الغدد العرقية والجلد والرئتين. أما عن الإنرجي هي السعرات الحرارية تمام. شو السعرات الحرارية؟ هي وحدة قياس تستخدم لنعبر عن كمية الطاقة اللي بتنطلق أثناء عملية التمثيل الغذائي، وبتم التعبير عن الطاقة من حيث الكالوريز كيلو كالوريز تمام، من حيث السعرات الحرارية. وبمثل معدل الأيض الأساسي، شو معدل الأيض اللي هي عملية الأيض الميتابوليك البي مي آر، الطاقة اللازمة للحفاظ على الوظائف الفسيولوجية الأساسية. في هذا الصورة بوضح لك عن شخص كل عناصر غذائية بتحتوي على بروتينز وعندها
امينو اسيد وفاتس والى اخره. هو حاجة قاعد بيشرب لك فرنش فايز وسودا يا اخوان، بعده على بعده على البرجر بعده، يعني ما فيش داعي لبرجر. الاسنشال نيوترانس اللي هي مواد الغذائية الأساسية تقسم لقسمين، الماكرو والمايكرو نيوترانس. الماكرو من اسمها الكبيرة والمايكرو الصغيرة. الماكرو مثل شو؟ الكربوهيدرات والفاتس والبروتين والمينرالز والفيتامينز والووتر. والمايكرو are those vitamins and minerals تمام that are required in small amount. بحكي لي الفيتامينات والمعادن اللي بتكون مطلوبة بكميات قليلة. ونيجي هسه للتايبس اوف نيوترانس اللي هم بيجوا تقريبا خمسة، واولهم الكربوهيدرات تمام are composed of elements اللي بتتكون من عناصر مثل الكربون والهيدروجين والاكسجين. في عندي من هاي الكربوهيدرات تو بيسك تايب اللي هي السمبل كربوهيدرات لايك شوجر، وعندي كومبلكس كربوهيدرات لايك ستارشز اند فايبر مثل النشويات والعذيان. هذا المخطط بيساعد على التايبس اوف كربوهيدرات. عندي من انواع التايب اوف كربوهيدرات سمبل كربوهيدرات اللي هي مثل عليها شوجر، عبارة الشوكر عبارة عن مونوسكرايت تمام، سكريات أحادية بتكون على شكل مفرد. في عندك أور داي سكرايت لايك دبل مولكيول، عندك جزيئات بتكون مزدوجة. The simplest of carbohydrates are water soluble، أبسط أنواع الكربوهيدرات هي القابلة للذوبان في الماء، وبتم إنتاجه بشكل طبيعي من قبل من كل النباتات والحيوانات بواسطة النباتات وخاصة الفواكه مقصب بالسكر، وممكن نحكي شجر بيت تمام. الألمان سورسز اللي هي المصادر الحيوانية، على سبيل المثال يوجد اللاكتوز وهو مزيج من الجلوكوز والجلاكتوز في الحليب الحيواني. هذا احنا اخذناه في التوجيهي، اخذناه في البيو، فالمفروض احنا عارفين نحافظين من اول. هيا بوضح القصب سكر والشجر بيت. النوع الثاني هو starches and fiber اللي عبارة هم عن polysaccharides، نشويات الألياف بتكون عبارة عن متعددة السكريات. الكربوهيدرات المعقدة اللي هي complex carbohydrate derived from plants، مشتقة من النباتات وأشكال غير قابلة للذوبان. ممكن نحكيها sometimes hundreds of glucose molecule، هي عبارة تتكون من سلاسل متفرعة من عشرات وأحيانا من المئات من جزيئات الجلوكوز. طبعا أهم نقطة اللي هم بكونوا نون سويت وإنسوليبل، غير قابل للذوبان وغير حلوة. نيجي لن second type of nutrients اللي هو بعد الكربوهيدرات بيجي عند البروتينز، عبارة عن أمينو أسيدز أورجانيك موليكيول ميد أب برايمرلي أوف كربون هيدروجين اكسجين نيتروجين كومباين تو فورم بروتين. الاحماض الامينيه هي جزيئات عضويه تتكون من الكربون والهيدروجين والاكسجين والنيتروجين، وبتتحد لتتكون نهائي البروتينات. وبتم تصنيف الاحماض الامينيه على النحو الاتي اللي راح نشوفه، اللي هي الاسينشال امينو اسيد تمام، الاحماض الامينيه الاساسيه والاحماض الامينيه الغير اساسيه نون اسينشال. الاسينشال هي تلك اللي ممكن ما يصنعها الجسم في الجسم آسف، ويجب توفيرها كجزء من البروتين اللي بنتناوله من النظام الغذائي. أما النون إسينشال أمينو أسيد عبارة عن العناصر الغذائية أو الأحماض الأمينية اللي بيستطيع الجسم تصنيعها من الخضار from vegetables. هاي البروتينز may be classified as، ممكن نصنف هاي البروتينات على نحو complete وincomplete، تحتوي على البروتينات الكاملة وغير أو تفتقر للبروتينات غير مكتملة. تحتوي البروتينات الكاملة على جميع الأحماض الأمينية الأساسية بالإضافة للعديد من الأحماض الأمينية الغير أساسية، والإنكمبليت بروتينز بتفتقر إلى واحد أو أكثر من الأحماض الأمينية الأساسية لأكثر شيوعا تمام، مثل الليسين والميثيونين والتريبتوفان، وعادة ما بتكون مشتقة. نيجي هسه للنوع الثاني هو الليبيدز، عبارة عن الفات، هي مواد عضوية دهنية وغير قابلة للذوبان في الماء ولكنها قابلة للذوبان في الكحول أو الإيثر.
تمام. fats are lipids that are solid at room temperature. الدهون هي عبارة عن ممكن نحكي lipids اللي بتكون صلبة في درجة حرارة الغرفة. وعندي the oils are lipids that are liquid at room temperature. زيوت عبارة عن دهون بتكون سائلة في درجة حرارة الغرفة. fatty acid made up of carbon chains and hydrogen are the basic structure unit of most lipids. الحمض الدهنية فاتي أسيد تتكون من ثلاثة كربون وهيدروجين اللي بتكون الوحدات الهيكلية الأساسية لمعظم الدهون. الفاتي أسيد are classified as هاي الفاتي أسيد تتصنف لا saturated unsaturated. saturated مثل البتر اللي هي الزبدة والunsaturated which classified to monosaturated fatty acid و polysaturated fatty acid. المونوساتوريتد احماض دهنيه احاديه غير مشبعه، والبولي بولي ساتوريتد فاتي اسيد اللي هي احماض دهنيه متعدده غير مشبعه. ان اكزامبل مثال عليها اللي هي حمض اللينوليك الموجود في الزيوت النباتيه. في او بناء على التركيب الكيميائي هاي الليبت تصنف ل شغلتين سيمبل تمام بسيطة جليسيرايدات تمام ودهون بسيطة سيمبل ليبت. as composed are كمركب هي عبارة عن دهون ثلاثية تحتوي على ثلاث أحماض دهنية بتشكل أكثر من 90% من الدهون الموجودة في الطعام والجسم اللي هي التراي جليسيريت. والكوليسترول هي عبارة عن مادة كوليسترول عبارة عن مادة دهنية ينتجها الجسم وتوجد في وين في الأطعمة ذات الأصل الحيواني، وبتم تصنيع معظم نسبة الكوليسترول في الجسم في الليفر في الكبد، ومع ذلك بتم امتصاص بعضها من النظام الغذائي. example from milk egg yolk and organ meat على سبيل المثال من الحليب والبيض وصفار البيض ولحوم الأعضاء. رابع نوع بحكينا عن الفيتامين is an organic compound that cannot be manufactured by body and is needed in small quantities to catalyze metabolic processes. process شو البروسيسز ها حبيبي. المهم نرجع الفيتامين عبارة عن مركب عضوي لا يستطيع الجسم تصنيعه وبيحتاج إليه بكميات صغيرة عشان يحفز لي الميتابوليك بروسيس يحفز عمليات تمثيل غذائي. وتصنف لشغلتين water soluble بطلنا نعرف نحكي يا جماعة water soluble و fat soluble تمام. water soluble ممكن أن تتحلل الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء عن طريق شو تجهيز الأغذية وتخزينها وتحضيرها ولا يتم تخزينها في الجسم تمام. اما الفات سوليبل هي الفيتامينات اللي بتذوب في الدهون وبستطيع الجسم تخزين هاي الفيتامينات في الكبد تمام في الليفر والانسجه الدهنيه والمسد الفاتي تيشوز اند مسد. وفيتامينات مثال عليها الامثله فيتامينات اللي هي الاي والدي والاي والكي. نيجي للنوع الاخير اللي هو المينرالز اللي هي المعادن. are found in organic compounds is as in organic compounds and as free ions. تحكي لي توجد في المركبات العضوية على شكل مركبات غير عضوية وعلى شكل أيونات حرة. وبشكل الكالسيوم عندي هون كالسيوم والفوسفور اللي هي نفس الفوسفور 80% من العناصر المعدنية موجودة في الجسم. في عندي فئتين من المعادن two categories from minerals are macro و micro. المايكرو حكينا الكبير والمايكرو الصغير. المعادن الكبيرة هي تلك اللي بيحتاجها الناس يوميا بكميات بتزيد عن 100 ملغرام وبتشمل الكالسيوم والفوسفور والصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكلوريد والكبريت السلفر. أما المايكرو هي اللي بيحتاجها الناس يوميا بكميات اقل من 100 جرام 100 ملي جرام واللي بتشمل الحديد الايرون والزنك
والمنجنيز واليود والفلورايد والنحاس والكوبالت والكروم والسيلينيوم. انرجي بالانس اللي هي توازن الطاقة، بيسألها سؤال: هل العلاقة بين الطاقة المستمدة من الغذاء والطاقة التي يستخدمها الجسم؟ Energy intake is amount of energy that nutrients of or food supply to body at their caloric value. بحكي استهلاك الطاقة هو مقدار الطاقة اللي بيوفرها عناصر غذائية أو الأطعمة للجسم، وهي قيمتها الحرارية. Energy output اللي هي إنتاج الطاقة، ممكن نحكيها عندي البي مي آر، حكينا البيزل ميتابوليك ريت is the rate of which body metabolizes food to maintain energy إلى آخره. هي معدل اللي ممكن نحكي بيستقلب في الجسم الطعام ليحافظ على متطلبات الطاقة للفرد المستيقظ اللي بيكون بحالة الأويك وآت ريست والمرتاح. ريسك انرجي، هالكلمة ال R E E double E يعني انفاق الطاقة اثناء الراحة، هو مقدار الطاقة اللازم للحفاظ على وظائف الجسم الاساسية، بمعنى اخر ان السعرات الحرارية اللازمة للحفاظ على الحياة required to maintain life. في هذا السلايد بشرح لي عن البادي ويت اند بادي ماس ستاندردز، هي معايير ووزن جسم، وزن الجسم ومعايير كتلة الجسم. ايضا البادي ويت ال IBW is the optimal weight recommended for optimal health، اللي هي وزن الجسم المثالي هو الوزن الأمثل الموصى به في به للصحة المثالية. calculate the BMI using the following formula. نحسب مؤشر كتلة الجسم، هاي لازم نستخدم هاي العلاقة أو هذا القانون اللي هي ال weight in kilograms على ال height in meter ضرب 2. مؤشر كتلة الجسم تمام اللي هي تساوي equal الوزن بالكيلوغرام على الطول بالمتر ضرب 2. في هذا السلايد بشرحنا عن البي ام اي كالكوليتر كيف نحسبها، والايج والعمر والهيت والويت والى اخره. فاكتورز افكتنج نيوتريشن، العوامل المؤثرة على التغذية مثل الديفلوبمنت واللايف ستايل والهيلث وال ethnicity and culture إلى آخره. يلا نبلش نصور عشان نشوف إبداع ناجي هسا في الكلمات. شوف اللفظ من هسا بلشنا نخربط يا حبي. مهم، راح نبلش نشرح عن التغيرات الغذائية طوال دورة الحياة. أول إشي اللي هي من حديثي الولادة للسنة الأولى، نحكي اللي بيبلغ إجمالي الاحتياجات الغذائية اليومية لحديثي الولادة حوالي من 80 ل 100 مل من of breast milk of or formula beer تمام، او حليب اصطناعي لكل طفل. عند عمر 6 اشهر تقريبا بيحتاج الرضع لمكملات الحديد للوقاية من حديد اللي هو فقر الدم الناجم عن نقص في الدم بسبب نقص الحديد، وهو شكل من اشكال فقر الدم. هاي الجملة بتلاحق حوالين حالها ما بعرفش كيف. ثاني نوع او ثاني مرحلة هي تودلا تمام، هي لما يصير عند طفل صغير خلال مرحلة التودلر ستيج تكون سعرات الحرارية المطلوبة من 1000 ل 1400 سعرة حرارية في اليوم بير وان داي. من عمر سنتين from one آسف from one year to two year يعني من سنة لسنتين من العمر، قد يتناول الطفل مزيج من الأطعمة المعدة للأطفال الصغار وبعد أطعمة المائدة. School age children، الأطفال اللي هم بيكونوا في سن المدرسة بيحتاجوا نظام غذائي متوازن بيشمل حوالي 1600 ل 2200 سعرة حرارية في اليوم. يمكنهم تناول 3 وجبات في اليوم أو وجبة ووجبة أو وجبتين خفيفتين مغذيتين تمام. إذا كان eat 3 meals a day and one or two nutrition snacks. المراهقين تمام تزداد الحاجة للعناصر، هنا في هاي الستيج بيزداد الحاجة للعناصر الغذائية وسعرات الحرارية خاصة أثناء طفرة النمو. بار هاي الكلمة يلا اقرأوها مع بعض، يلا B A R
إلى آخره. during growth spurt تمام، خاصة أثناء طفرة النمو. في آخر جملة بيحكي على الوجه الخصوص تزداد الحاجة للبروتين والكالسيوم والفيتامين دي والآيرون اللي هي الحديد والفيتامين بشكل عام خلال فترة المراهقة. فاليانج أدلت اللي هي الشباب البالغين، young adult females need to maintain adequate iron intake، بحكي لي بيحتاج الإناث الشابات تمام للحفاظ على كمية كافية من الحديد. calcium is needed in young adulthood to maintain bones، هناك يعني احنا بحاجة للكالسيوم في مرحلة البلوغ لنحافظ على العظام ونحفظها من الهشاشة. the individual must have adequate vitamin D أو D. وممكن تحكي لي او يحدث السمنة خلال سنوات الشباب وخصوصا في مرحلة المراهقة النشطة in the active teen. middle aged adult اللي هم بيحكي لي الكبار في منتصف العمر تمام، اهتمام بكون هنا في هذا السيج اهتمام خاص بتناول البروتين والكالسيوم، وهنا بنحد من تناول الكوليسترول والسعرات الحرارية، ولازم نتضمن تقريبا لتر او 3 لترات من السوائل الفلويد في النظام الغذائي اليومي الديلي دايت. اما في اخر ستيج او ممكن نحكيها الاولدر ادلت تمام، هون محتاج كبار السن سعرات حراريه اقل. ليش؟ بسبب انخفاض معدل الايض اللي هي اللور اوف ميتابوليك ريت تمام، وانخفاض النشاط البدني. وممكن احتاج بعض كبار السن للمزيد من كربوهيدرات من اجل الالياف تمام، فايبر اند بالك. هذا الجدول اقراه وبفهموه بالطريقه اللي بتشوفوها انتم مناسبه. احنا خلصنا البارت 1 اوف شابتر للنيوتريشن، هسه راح نروح للبارت 2 اوف النيوتريشن شابتر. وهذا كالعادة ليرنينج اوتكم، تقوم القراءه عن شو راح تكتشفوا بعد هذا الشابترز وشو تعلمتوا. Standard for a healthy diet، معايير اتباع نظام غذائي الصحي. المدخول الغذائي المرجعي اللي هم Dietary Reference Intake، المخصصات الغذائية الموصى بها RDA تمام. متوسط عبارة عن متوسط تناول المغذيات اليومي الكافي لتلبية الاحتياجات الغذائية لجميع الأفراد اللي تقريبا ممكن نحكي عنهم الأصحاء بحالة الصحة الكويسة المرتبة من 97% إلى 98% في مرحلة معينة من الحياة وفي جندر معين في جندر جروب. daily values needed بيحكي القيم اليومية اللازمة من البروتين والفيتامينات والدهون والكوليسترول والكربوهيدرات والفايبر والصوديوم and potassium. بليت بحكي لها هسه عن صحني طبقي، ايش ممكن يحتوي، ايش ممكن ناكل، ايش العناصر الغذائيه ممكن تتوافر فيه. ماي بليت ايكون از ا سمبل ريميندر اوف هاو تو امبلمنت ذا دايتري جايدلاينز، بحكي لي ايقونه صحني او طبقي بمثابه تذكير بسيط لكيفيه تنفيذ الارشادات الغذائيه، وبرافقه الترويج لادخال من المزيد من الفواكه والخضروات والحبوب الكامنة ومنتجات الألبان قليلة الدسم في النظام الغذائي. الغرض من الماي بليت هو تذكير الناس بتناول الطعام الصحي باستخدام الصورة المألوفة لوقت تناول الطعام في مكان ما، زي هون بكون عندي فروت جرينز والبروتين والفيجيتابلز. من زي هالواحد بكون ماسك هالوجبة مروح فيها مكيف شامطها تريبل. الله يهدينا، بدنا جيم، بدنا جيم، لازم تروح على الجيم، لازم تعمل تطبيق لهاي الماي بليت، لازم يكون عندك دايت مرتب، برنامج غذائي مرتب، مش شاورما ولا بروستد. فتحتوا قلوبي، فتحتوا. في هذا الرسائل بشرح لي عن الرقم تمام. The figure is the label indicates serving size and number of servings in the container. هذا الرقم هو الملصق تمام، اللي بيشير لحجم الحصة وعدد الحصص الموجودة في ممكن نحكي عنها الكونتينر. الفيجيتيريان دايت اللي هي الحمية او ممكن نحكيها الدايت النباتية
تتكون في الغالب من أطعمة نباتية. عندي evaluate vegetarian, avoid meat, fish and هذه الكلمة, but eat egg and milk. بيحكي لي هدول اللي evaluate, تمام, بتجنب اللحوم والأسماك والدواجن, بس بأكل البيض والحليب. اللاكتو vegetarian drinks milk but avoids egg. اللاكتو vegetarian بيشرب الحليب بس بيبتعد عن البيض. الفيجان consumes only plant foods. النباتيين هدول بيستهلك بس الأطعمة النباتية. هاي الكلمة الشبه الفرنسية consumes fruit, nuts, honey and olive oil. بيستهلكوا وبياكلوا الفاكهة والمكسرات والعسل وزيت الزيتون. altered nutrition اللي هي التغذية المتغيرة. المالنيو nutrition هي عبارة is commonly defined as the lack of necessary or food substance, but in practice include both هاي الكلمة and over nutrition. شو يعني هاي الكلمة باللون الأحمر اللي شرحنا هسه بالعربي أو بالإنجليزي؟ هي عبارة عن سوء التغذية, تعرف بأنه نقص بالمواد الغذائية الضرورية أو المناسبة, لكنه بيشمل عملية نقص التغذية والإفراط في التغذية. ويشير إلى نقص التغذية إلى عدم كفاية تناول العناصر الغذائية لتلبية, تمام, لتلبية متطلبات الطاقة اليومية بسبب عدم كفاية أو كفاية تناول الطعام أو سوء الهضم, تمام, وبيرتبط فقدان أو يرتبط بفقدان ملحوظ في الوزن وضعف عام والتأخر في التئام جروح. الأوفر نيوتريشن هي الإفراط في التغذية, عبارة عن إنه يشير إلى تناول سعرات حرارية تزيد عن الطاقة اليومية اللي شرحناها من قبل شوي. فمع زيادة هاي كمية هاي الدهون المخزنة بيصبح الفرد ذو وزن زائد أو بعاني من السمنة. نيرسينج مانجمنت, أنا كيف بدي أحل هاي المشكلة وأعملها إدارة؟ أول شيء بنعمل أسسينج ايدنتيفايد كلاينت ات ريسك فور مالنيو نيوتريشن ذوس وذ بور نيوتريشنال ستاتس. نحدد العملاء أو الكلاينت المعرضين لخطأ سوء التغذية والذين يعانون من سوء التغذية. لا nursing screening لفحص التمريض هي عبارة عن شاشة غذائية فيها تقييم بتم إجراء لتحديد العملاء المعرضين لخطأ سوء التغذية أو اللي بيعانوا من سوء برضو التغذية. وبقوم الممرضين بإجراء فحوصات غذائية من خلال تاريخ التمريض الروتيني والفحوصات البدنية. فهذا اللي صار بيشرحني عن the components of nutritional assessment like screen data, screening data, additional and depth data. وفي هذا السلايد بيشرحني summary of risk factors of for nutritional problems like diet history و medical history و medication history. ثاني واحدة ممكن نعمل فيها nursing management اللي هي dietary and health history من خلال the age and sex and activity level وصعوبة ممكن نحكيها في تناول الطعام مثل ضعف المضغ أو البلع. ثالث واحدة اللي بتحكي عن condition of mouth, teeth and business of dentures, ريحة الفم والأسنان, وجود أطقم الأسنان, والتغيرات في الشهية وتغيرات في الوزن, تمام, والإعاقات الجسدية اللي بتأثر على الشراء والتحضير وتناول الطعام, والمعتقدات الثقافية والدينية اللي بتأثر على اختيارات الطعام, وترتيبات المعيشية مثل أنك تعيش بمفردك, والإيكونوميك ستيت اللي هي وضع الاقتصادي, والحالة الصحية العامة والحالة الطبية, والميديكيشن هيستوري هي تاريخ الميديكيشن. انثرومبومتريك ميجرمنتس اللي هي القياسات البشرية بحكي لي a skin fold measurement is performed to determine fat stores. بيتم إجراء قياس ثنيات الجلد, تمام, لتحديد مخزون الدهون.
limit arm اللي هاي الكلمة MAC is the measure of fat, muscle and skeleton. محيط منتصف الضلاعي MAC هو مقياس الدهون والعضلات والهيكل العظمي. The mid arm muscle area اللي MAMA كنا خطر ببالنا كيف ننفضها، هي عبارة عن منطقة عضلات منتصف الذراع، تمام، وهي تقدير لكتلة الجسم النحيل أو احتياطات العضلات الهيكلية. وهذا مثال على السكين فولد ميجرمنت والميد ارم. هاي الكلمة بايوكيميكال لابورتوري داتا اللي هي البيانات البيوكيميائية أو المخبرية، مثل السيروم بروتينز بروفايد از استيميت اوف فيسيرال بروتين ستورز. هي بروتينات المصل ممكن نحكيها، بتقوم بتوفير تقدير لمخزون البروتين الفيسيرال، تمام. يورينري تيست اللي هي اختبارات المسالك البولية، نيتروجين اليوري البولية والكراتينين البولية، هي عبارة عن مقياس للبروتين وحالة توازن النيتروجين الموجود في الجسم. توتال لينفوسايت كاونت اميون سيستم، اجمال عدد الخلايا الليمفاوية وجهاز المناعي اللي ممكن نسويها في المختبرات. الكلينيكال داتا او الفيزيكال اكزامينيشن، البيانات السريرية اللي عبارة عن طريق الفحص البدني، بيكشف الفحص البدني عن بعض الحالات النقص والزيادة الغذائية بالإضافة لتغييرات واضحة في الجسم، وبنعمل هنا حساب نسبة فقدان الوزن، وبنعمل تقييم دقيق لطول العمل ووزن الجسم الحالي اللي هي CBW ووزن الجسم المعتاد اللي هي UBW. CBW can be compared with an ideal body weight اللي هي IBW اللي اخذناها قبل شوي، هي عبارة عن وزن الجسم المثالي. بحكينا هون نقدر نعمل مقارنة بين السي بي دبليو مع وزن الجسم المثالي لاي بي دبليو. هذا طبعا قوانين مش حفظ اللهم بس انت افهمهم فهم والى اخره. في هذا السلايد بحكي لي عن سوء التغذية كيف يعني، هون بحكي لي عن منطقة الفحص او ممكن نحكيها بسبب الكوز اللي هي السبب المحتمل والعلامات المرتبطة بسوء التغذية. Diagnosis for a client with nutritional problems are التشخيص للعملاء اللي بيعانوا من مشاكل غذائية. لمين بنعمل احنا تشخيص؟ للأوبزيتي، تمام، اللي عندهم بدانة وعندهم excess dietary intake اللي هي الافراط في تناول الطعام. ثالث واحدة عدم كفاية المدخول الغذائي، والاوفر ويت اللي هي زيادة الوزن، واللي عنده constipation، تمام، اللي عنده امساك، وعنده فايبر انتيك اللي هي عنده تناول الالياف. احنا عملنا اسسمنت وديكنوسيس، هسه نيجي للبلاننج، تمام، بالتخطيط. احنا هون نحد او نعمل الجولز اند اوتكمز اللي هي الاهداف والنتائج اللي بتعكس لي احتياجات المريض الفسيولوجية والعلاجية والفردية، وبنحط هنا اولويات. والتيم وورك اند كولابوريشن اللي هي عمل جماعي والتعاون بيني وبين الكلاينت او بيني وبين اي حدا بخص هاي العملية، مثل الديشارج بلاننج اللي هي خطة صح بالصلاحيات او خطة الخروج. تنسوش انه في اي عملية في النيرسينج احنا نعملها لازم نستخدم النيرسينج بروسيس. هسه وصلنا لمرحلة الامليمنتيشن اللي هي مرحلة التنفيذ. هنا بصير عندي الدايت ثيرابي اللي هي بصير عندي مرحلة العلاج الطبيعي او اسف العلاج الغذائي like a clear liquid diet، تبع نظام غذائي سائل واضح full liquid diet اللي هي نظام غذائي كامل للسوائل، soft diet نظام غذائي ممكن نحكي نعم، والdiet as tolerated اللي هي نظام غذائي كما هو مسموح به. هون بيعطيني أمثلة على ال ممكن نحكيها الدايت ثيرابي، العلاج الغذائي اللي حكينا عنه الكلين ليكويد والفول ليكويد والسولت. خمس واحدة ممكن نحكيها موديفيكيشن اوف ديزيز اللي هي تعديل المرض. ممكن يحتاج العميل اللي بيعاني من السمنة المفرطة لاتباع نظام غذائي مقيد السعرة الحرارية عشان يفقد الوزن. ممكن يحتاج مريض القلب الكاردياك كلاينت ما ينيد صوديوم اند كوليسترول. هاي الكلمة
خلاص بكفي. قد يحتاج مريض القلب لقيود الصوديوم والكوليسترول. Client with allergies will need a hypoallergenic diet. ممكن يحتاج العميل اللي بيعاني من حساسية لنظام غذائي مضاد للحساسية اللي بيعاني منها. ثالث واحد stimulating the appetite اللي هي تحفيز الشهية. و assisting client with meals هي مساعد العملاء في وجبات الطعام. الانترال نيوتريشن هي التغذية المعوية اللي بتصير عن طريق او مدخلها عن طريق الامعاء. كيف؟ هسه راح نشوف. انترنال نيوتريشن بحكي هي عبارة عن طرق تغذية بديلة تتضمن التغذية الكافية بتشمل الطرق المعوية، يعني من خلال الثرو جي اي سيستم ميثود اللي هي من خلال الجهاز الهضمي. ويتم توفير التغذية المعوية اللي هي انترنال نيوتريشن واللي بشار إلها باسم التغذية، أو ممكن نحكيها total internal nutrition TEN 10. عندما ما بتمكن العميل من تناول الأطعمة، أو لما يكون عنده جهاز الهضم العلوي ضعيف أو بينقطع نقل الطعام للأمعاء الدقيقة. internal access is achieved by means نقدر نوصل للمدخل المعوي عن طريق النازوغاستريك تيوب، تمام، او الغاستريك تيوبس الانابيب الانفيه المعويه او المعديه. السيرجيكال اور اندوسكوبيك بليسمنت اللي هي تنسيب جراحي او بالمنظار، لايك هذول الامثله. اول وحده اللي هي الانف المعوي، تمام، وثاني وحده الفخذ المعده، ثالث واحدة اللي فقر الصائم، رابع واحدة البي اي جي اللي فقر المعدة بالمنظار عن طريق الجلد، خامس واحدة اللي هي بي اي جي فقر الصائم بالمنظار عن طريق الجلد. الصائم انه احنا بنخليه يصوم تقريبا مثلا يوم او 24 ساعة او 48 ساعة حتى نقدر نعمل له الانترال نيوتريشن. هل ببين لي من وين احنا ممكن ندخل هذول التيوبس؟ في عندي من النازوغاستريك من الانف، عندي من ال ممكن نحكيها نازو نازو، هاي الكلمة أول واحدة أول مثال، والجاسترو استومي، تمام، وعندي الجيجنا. في الانترال تيوب فيدينج بنعطي بشكل أو ممكن نعطيه بشكل متقطع، ولازم نعطي هاي الرضعات، تمام، او التغذية في المعدة فقط، تمام، only into stomach. وبيجب مراقبة العميل عن كثب، تمام، عن قريب للتأكد من عدم انتفاخه و aspiration، تمام. او تعتبر التغذية المستمرة، تمام، احنا اول شيء حكينا هسه عن منقطع او هسه نيجي للمستمر. ممكن تعتبر التغذية المستمرة ضرورية لما نعطي رضعة أو تغذية في الأمعاء الدقيقة أو الرضعات الدورية، تغذية الدورية feedings، تمام، وهي الرضعات اللي بتناولها في أقل من 24 ساعة. من المضاعفات الفات الكومليكيشن أو تيوب فيدينج، مضاعفات القاتلة للتغذية الأنبوبية هي متلازمة إعادة التغذية، وهي عبارة عن مزيج من تحولات السوائل والكهارل اللي ممكن تحدث في بعد فترة طويلة من سوء التغذية أو الجوع. هي refeeding syndrome is a combination of fluid and electrolyte shifts that can occur after a lengthy period of manipulation or starvation. refeeding syndrome تظهر لما نقدم طعام بسرعة كبيرة بعد فترة من سوء التغذية، too quickly after a period من سوء التغذية. التحولات shifts in electrolytes levels can cause serious complications including هاي الكلمة وال heart failure وال and commas، تمام. التحولات في مستويات اللي بتصير عندي مشاكل في الكهرباء ممكن تسبب في مضاعفات خطيرة، بما ذلك فيها النوبات وفشل في القلب والغيبوبة. وفي بعض الحالات ممكن تكون هاي refeeding syndrome can be fatal، تمام، ممكن تكون قاتلة.
والأشخاص اللي يعانوا من سوء تغذية معرضون دائما للخطر at risk. الباري ناتورال نيوتريشن هي التغذية بالحقن، وبشار لها اسم التغذية الوردية الكاملة TBN. بحكي لي هي عبارة عن تسريب الوريدي من ديكستروز، تمام، نسرب بشكل وريدي اوف ديكستروز، والماء والدهون والبروتينات والكارل والكهرل والفيتامينات وخلط من الأحماض الأمينية والعناصر الغذائية مثل أو العناصر تراك إليمنتس لايك كوبالت والزنك والمنغنيز. المرضى الغير قادرين على هضم أو امتصاص التغذية المعوية أو الذين يعانون من حالات فسيولوجية شديدة التوتر، هذول هم اللي بنعملهم التغذية بواسطة الحقن أو ممكن نحكيها الوردية. مكونات التغذية الوردية components of perinatal perinatal nutrition. مكونات توجد كربوهيدرات بشكل أساسي على شكل ديكستروز، تمام. ثاني إشي الأمينو أسيدز الأحماض الأمينية. ثالث إشي الليبيدز فات إميوليزيشن إلى آخر هاي الكلمة، هي الدهون المستحلبات الدهنية. في آخر خطوة من عملية التمريض نيرسينج بروسيس، تمام، داخل نيرسينج مانجمنت في إدارة التمريض نعمل تقييم. كيف عن تقييم؟ The goals established in the planning phase are evaluated according to a specific desired outcomes also established in that phase. بحكي لي بيتم تقييم الأهداف الموضوعة في مرحلة التخطيط وفقا لها النتائج المرغوبة المحددة اللي احنا حددناها في مرحلة البلانينج واللي تم تحديدها ايضا في تلك المرحلة، تمام. بيحكي لي if the outcomes are not achieved the nurse should explore the reasons. اذا ما تم تحقيق النتائج لازم على الممرض ان يستكشف اسباب عدم تحقيق هاي الاهداف. والهون بنكون شرحنا شابترز النيوتريشن. اسال الله ان يوفقنا في جميع الامتحانات في جميع مراحلنا الدراسيه. يعطيكم الف عافيه يا رب.